ميني شو بدك تعملي بنصاص الليالي ببيتنا ريمان؟ روحي على البيت والصبح بتجي، ليش كل هالعجلة هاي؟ بس أنا كتير مشغول بالي على رفيقتي، فهمت؟ بدي أفهم منها شو صار، ليش ما أجت وشو الموضوع؟ الحفلة خربت اليوم يا. لو أنا بقيت عقلي ما صار شي، رفيقي تكلف وجاب لها أفخم قالب جاتو مشان عيد ميلادها، بس ناريمان خانم راحت حتى تتسلى. جهاد؟ نزلي إيدي. بعدي بعدي. ايه عم عليك شوي يا حب. اها جهاد، انت لسه هدول التياب لهلأ لابسون؟ يلا روح اشلحون بسرعة، ما قلت لك شكلهم كأنه شحادة؟ مشانك يعني غالي كتير. ليلى تفاهتك مو وقتها، هلأ انضبي بلا معصب. جهاد اللي قصدي قوله بأنه انت بهالطقم الشحادة صعب تتفشخر. اذا هلأ هاي الجاكيت صار عليها شي، منين رح تجيب مثلها بقى؟ شو؟ عن جد جاوبني، انت معك تدفع حق مثل هذا الطقم؟ بنوب. ايه مع هذا الطقم انت معك حق فاتورة مطعم مثلا؟ لا والله. يا حب انت ما جاوبت على هدول الاسئلة لانك بتعرف حالك انك رجال كتير فقير. شو هالحالة هي يا الله؟ ليش بتضحك على حالك؟ شو ذنبي أنا؟ والله حقيرة هالدنيا. لك يعني الفقير مو بشر؟ يوم واحد ما بيحق لي يعيشوا مثل البشر، شو هالظلم؟ لا لا والله ما بيحق لي، لأنه بهالدنيا هاي العيشة بتنقاس، والحب كمان بالمصاري. بس الموت ببلاش. نحرق نلع. جهاد شو الموضوع ابني؟ ليش عم تساوي هيك؟ هاي كل أحلامي عم بحرقها. بهالحياة حتى الحلم حرام. جهاد فهمني، شو استفدت من الشي اللي عملته؟ ولا شي ابدا، ما هيك؟ فخريه لا تبلشي بالنق. طيب طيب مفهوم، والله كتر خيرك. شكرا. يلا خلينا نروح. روحي. بس انا روح وشو بدك تعمل انت؟ اه شو بتضل هون عم تتفرج على الطقم اللي صار رماد؟ فخريه إذا بتحكي جملة فيها رماد ونار وطقم مع بعض مرة تانية بدنا نزعل من بعض كتير، عم تفهمي علي؟ جهاد قوم يلا امشي معه. ايه حاجة تنطرني بقى؟ عم تسمعني؟ عم يفور دمي جهاد هلأ. ها طيب يلا رح امشي. جهاد يا تجي نعمل معكرونة بس نوصل على البيت؟ ايه ما بحبها. شبك طيبة كتير، بنعملها باللحمة والخضرة. في عنا مخلل؟ في